أول شيء بدينا بخمس بيضات، أضفنا عليهم كوبين سكر، خلطناهم صاروا فومي أو صار فيهم هواء كثير. بعدين أضفنا الزيت ونخلنا الطحين والكاكاو والبيكنج باودر، نخلناهم منيحة المواد الجافة. وبعدين بدينا نضيف الحليب مع الطحين، نخل شوي شوي وعلى دفعات حتى صار في عندي عجين طري كثير. أضفته في قالب مدهون بطحينية أو مدهون بالزيت و الطحين، دخلته على فرن حرارته 160 لمدة ساعة كاملة 60 دقيقة. 3 أكواب الطحين، 3 أرباع كوب من الكاكاو، كوب زيت نباتي، كوب ونصف الكوب من الحليب، كوبين من السكر، وملعقة من البيكنج باودر كبيرة، وفانيلا. تمام، على طول بننزل في العجانة 5 بيضات وكوبين من السكر، وبنحكي لهم تفضلوا على الخلط. على جنب هون بدي المواد الجافة الآن أنخلها. تمام، اللي هي الطحين والكاكاو. نعم، هي الطحين الأبيض، هاي المواد الجافة طبعا حبايبنا. الطحين بالأول وبعديها الكاكاو. بطيب الهواء معلش، هينا هاي هاي والبيكنج باودر، وهيك صارت عندي المواد الجافة صارت جاهزة 100%. على طول طبعا في حال ما عندكم عجانة في البيت فيكم تعجنوها كلها بالإيد. تمام، بنضيف زيت، الزيت خلط، راح نضيف كمان الفانيلا حبايبنا، ونبلش نضيف الطحين مع الحليب شوي شوي يا ابو طه. مش مره واحده؟ لا طبعا لا. أوكي. اكيد يا ابو طه. لا هاي الحليب بنفعش نسرع شوي. صبينا الكيك وين؟ داخل قالب الكيك. أنا صراحة بدهنه بشوية طحينية وبطلع أموري أكثر من ممتازة، دائما هيك الكيك بحب بدهنه بطحينية. الوقت ساعة والحرارة 160، إذا ساعة كاملة 60 دقيقة على حرارة 160 مئوي، وبس يبرد راح يطلع معكم هالقالب. أوكي، هذا حبايبنا على طول بنجيب تحطه بالشقلوب بالعماد. أحلى جد؟ طبعا. نضيف الآن عليه هالشوكولاتة. غيرت رأيي بالنسبة للفراولة بالطريقة اللي حطيتها فيها. شو؟ عملتها زي هيك زي كنها يعني كيف بدي أحكي لك؟ رهيبة يعني كيكة بيتية كأنك جايبها من برا. نعم صحيح، هذه هي الاختصار يعني. يا سلام.